بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان القيم. تعالوا نتعرف على تعريف القيم. القيم هي عبارة عن معايير سامية نمجدها ونعتبرها مقياسا لتحضرنا ولمعتقداتنا وتعلمنا وتنشئتنا السليمة، وهي محصلة للتحضر والخلق القويم والفهم السليم. طيب، كل ما زادت الثقافة وازداد الاتصال الحضاري بالآخرين، كلما أصبحت قيم الناس أكثر سموًا. من أمثلة القيم الصدق، الشجاعة، العدالة، الحق، المساواة. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.